عليكم، مرحبا بكم خواتي، ان شاء الله ربيتكم بخير. اليوم بغيت نديكم مقبله للمناسبات اللي راهي راس السنه على الابواب، ولا لاي مناسبات انتم تحبوهم. المقادير تاعنا شافيها فيها بات بريزي، هاد المره ما صنعتهاش، راني ديجا صنعتها في قناتي، شريتها واجده باسكو ما كانش عندي الوقت. عندي برتقال مقطع هكا تقدو ديرو بامبرموس اللي حبيتو، عندي معدنوس، عندي قصب البري، عندي عصير ليمون، عندي كروفات الجمبري اللي كنت قليتها بشويه تاع ثوم وملح وفلفل اسود، وعندي كبار، عندي جبن، عندي شويه الاستراغون، هذا الاستراغون، وهذا الريحان، فلفل اسود، وهذه كريمه الكريمه الكروفات تلقوها واجده، ولا كريمه الصومون موجوده في المحلات. اللي ما يلقاهاش ديروا اي نوع من الصومون نتوما تحبوه، ولا من اي جبن، وقدو تنسمو كيما حبيتو. يعني هذه ماشي حاجه ضروريه، انا الحق جاتني بنينه، درت هذه الوصفه وخرجت لي بنينه بهذه الكريمه. دونك الا ما لقيتوهاش معليش، ولا لقيتوها يكون افضل. نمروا للتحضير. هاي لاباط بريزي، نجي نقطع شويه من عجينه لاباط بريزي هاي لهنايا، نديرها هنا في المول تاعي هنايا هكا. انا غادي نكملها كاع، نطيبها على 180 درجه مده 10 دقائق، ومن بعد نكمل الوصفه مع بعض. ديروا الحجم اللي حبيتو، انا حبيتهم شويه صغار هكا، وانتم لا بغيتو ديروا شويه كبار ما كاينش مشكل، ديروا كيما حبيتو. ها هو كيفاش طابو لي ميني طارتلات. ندير السوبخام تاع تشينا، ندير الكبه اللي ما يحبش الكبار ما يديرهاش، ثاني البرتقال اختيار اللي ما يحب ما يديرها ما يديرهاش، المعدنوس، لا سيبولات، ندير شويه تاع حرور، وعندي شويه تاع الريحان، وشويه تاع البازيليك، الجبن، والكريمه الكريمه. شوفوا كراهي من السما، نتوما لقيتوا اي كريمه موجوده من السما كيما هكا ادوها. نخلط عصير الليمون، ما درتش عصير الليمون، فوالا نخلط جيدا، ومن بعد نعمر هذوك لي ميني باكيت اللي طلعنا تحتولات ماشي باكيت. نجي نعمر هكا، نعمر هكا جو غريفين صغار وشابين، مع الاسف ما تقدوش تذوقوا، بصح تقدو تصنعوا وتخلوا لي رايكم بيان سور. هذا كافيار، بصح ماشي ضروري لكل واحد يدير في الحق، ما لقيتهاش غالي، شريتها شويه مليح. لا عندكم ديرو، ما عندكمش زينو بقطعه تاع كروفات ولا جمبري ولا كيما حبيتو، ما كاينش مشكل. هاي المملحات اللي درناهم، ان شاء الله يا ربي يعجبوكم، حاجه روعه وسهله وبنينه. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وصفتي، نقولكم مع السلامه عن قريب.